الاستدرار اليدوي لحليب الثدي مهارة مفيدة يجب أن تتمكن منها جميع الأمهات، ويمكن استخدامها في المواقف التالية: لاستدرار قدر بسيط من حليب الثدي لإغراء طفلك بأن يرضع من ثديك، لتخفيف الضغط عن الثديين الممتلئين أو قنوات الثدي المسدودة، لتليين الثديين الممتلئين وتيسير التقام الطفل للثدي، لتجميع حليب الثدي إذا كنت منفصل عن طفلك. عند استدرار حليب الثدي باليد، ابدأي عن طريق اتخاذ وضعية مريحة ومسترخية. بعد ذلك بيد نظيفة، ابدأي عن طريق تحفيز الثدي بالتدليك برفق لدقائق معدودة وفرك حلمة الثدي، وهذا يساعد على تحفيز هرموني الحليب البرولاكتين والأوكسيتوسين. اجعلي إصبع الإبهام والأصابع الأخرى على شكل نصف دائرة، ثم ضعيها بهذا الشكل على مسافة 2 إلى 3 سنتيمترات من قاعدة حلمة الثدي، ثم اجعلي الأصابع في مكان واحد بحيث لا تتزحزح فوق الجلد، واضغطي وخففي الضغط بشكل إيقاعي. لا تقلقي إذا استغرق الأمر بضع دقائق حتى يظهر حليب الثدي. في البداية سوف تجدين قطرات صغيرة من حليب الثدي، ومع زيادة نزول حليب الثدي يبدأ حليب الثدي في التدفق بسرعة أكبر، ويمكن تجميع حليب الثدي في محقنة معقمة أو كأس، ويمكنك تدوير أصابعك وإبهامك حول الثدي لاستثارته. وعندما يصبح تدفق حليب الثدي بطيئاً، يمكنك تكرار هذه العملية على الجانب الآخر.